طلع. هو داليا خانم، شو ملاقي كنز مو على أساس تركت الشغل؟ أنا صرت ممثلة من اليوم، سجلت بوكالة كبيرة للممثلين، في مسلسل بده يبلش وإذا مشي السوق وانشهر المسلسل والله بصير مشهورة وبقعد بتشرط مثل الملكة وباخد دور لكم سنة وهيك بروق على الآن. يا ستي تتهني، ألف مبروك. شو جايب تليفون جديد؟ ومن أغلى الأنواع كمان وذكي. يعني لو الله كمل لك عقلك بشوية ذكاء مثل ما رزقك تليفون ذكي ما كان أحسن؟ شو بدك تعمل بهيك تليفون؟ مثل ما بيعملوا كل هالناس أنا كمان رح أعمل. شوفي، باخد في صورة وبعدين بنزل على النت. منيح، هذا اللي انت شاطر فيه. صورني نادر ومصدق حالك كمان. شو صاير له رفيقه؟ اوعك استنى وقف. شو هاد؟ شو هالسيارة الحلوة؟ قديش سرعتها؟ هاي سرعتها منيحة كتير. ألف مبروك. شكراً أختي. صرت أختك وأنا ما بعرف من أيمتى. كنت تغمى لما نمشي على الشط، وهلأ صرت تقلي يا أختي فجأة. والله حلو. على مهلك علينا. رح أمشي قبل ما مد إيدي عليك. أنت غبي شي؟ قال أختي قال. عجبتك؟ بتشل. يعني بعرفنا. برافو عليك. بعدي هيك. لك الله يوسف عمرك ويخلصنا منك. أمي. بنتي. شغل الزلمة ما عم يمشي أبدا، لهيك أعصابه تعبانة كتير. أمي هي القصة العلاقة بقذارة أخلاقه. إذا بيوم من الأيام مد إيده على مرأة شو بدنا نعمل؟ نحن لازم نروح. إيه رح نمشي. أوعك تخافي أمي، أنا بدير بالي عليكم. منروح على محل ما يلاقينا فيه. لوين بدنا نروح يا بنتي؟ إيه ما معنا شي. ما أنا لقيت شغل جديد أمي، وضعي هلأ صار أحسن. عم تحكي جد يا داليا؟ بس ديري بالي أمي، نحن لازم نروح من هون بسرعة. هذا رجال؟ معقول يكون في حدا هيك؟ لكل يوم هذا مقضي على شرب وسهر هو وشلته. هذا واحد قمرجي ومدمن كمان، وإيده كتير طويلة فوق. هو جوزي يا بنتي، كيف بدي أتركه؟ حرام. طيب ونحن؟ ما نعم تحي. مليتي خلينا ننزل شوي على الشط. أي شط هذا؟ بنص الليل؟ إيه طبعاً. أنتي اليوم شميتي هواء البحر لشبعتي، بس العطر علي. اتصل عروة وخبرك مو هيك؟ مو هو أبداً. معقولة الحكي هبا؟ أنا اليوم اتصلت فيكي بس كان موبايلك مغلق. بس زينة خانم اللي قالت لي، يعني إنه عروة بيك عازمها على اليخت وطلعت معه. أنا لهيك قلت لك هالحكي. عن جد؟ انتو عصابة؟ عن جد انتو عصابة رسمي امي.